خايف تخرج من اي باب تاني وتهرب. لا انا مبلغ البوابه انها ما تخرجش، عين هي مش عارفه احنا عايزينها فين، فهتلاقيها داخله علينا دلوقتي. بس خلي بالك هي شغاله مع النائب رشيد النحاس، يعني ممكن يخرجها منها بسهوله كده. اسلم حل. تمام. ولكن هو انت وقفت البوكس بعيد زي ما اتفقنا؟ اه طبعا. ماشي. وانتوا متأكدين؟ شهادة الشهود والتحريات بتاعت المباحث أكدت النهاية. مساء الخير. مين فيكم ولاء؟ أنا ولاء. أنت مطلوب القبض عليكي. اتفضلي معانا من غير شوشرة. تتفضل معاك على فين؟ أنا عملت إيه؟ تعرفي كل حاجة في وقتها يا معلم. ما تمسكش. شوف أحسن مين. أشرف اتصرف. طب يلا يا جماعه عشان نلحق احنا ولاء، وبعدين نبقى نشوف مين السبب في الموضوع ده. تفتكروا يا جماعه قبضوا عليها ليه؟ مش عارفه، انا هتجنن. بس انا خليت اشرف يروح يشوف في ايه وهيجي يقول لنا كمان شويه. تفتكروا الراجل اللي بيهددنا ورا الموضوع ده؟ لا والنبي يا امانه، بص رجلك انا مش ناقصه ولا دماغي ناقصه اللخبطه اللي انت عايزه تلخبطيها لنا دي. خلينا نركز في اللي احنا فيه. لا ما هي كمان الطريقه كانت غريبه جدا، دي كانت قاعده معانا طول الوقت، وبعدين حسام ده يتصل بيها كده يسلمها تسليم اهالي؟ ده يسلم ابوه، ما انا مجرباه. خلونا نستنى اشرف ويشوف هيقول لنا ايه. اتاخر قوي سي اشرف ده كمان، مش ناقصين امه. انا سمعت عنك كلام حلو قوي، وعرفت ان انت كاتب سيناريو مميز جدا. متشكر جدا يا استاذه فريده، وشرف كبير جدا ليا اني اتعاون مع حضرتك. قريتي لي حاجه؟ لا بس اكيد في يوم هقرا. انا اصلي الحقيقه يعني في حدوته حلوه كده في دماغي، فقلت اجيبك النهارده عشان احكيها لك وانت تكتبها لي. طيب يا استاذه فريده، مش كنت تقري حاجه من شغلي في الاول؟ يعني على الاقل تعرفي طريقتي واسلوبي في الكتابه. في سيناريو فيلم انا كاتبه، ناس كتير جدا قريته لايق على حضرتك جدا وحلفوا بيه واخد اكتر من جايزه كمان، اسمه عذراء في الخمسين. نعم؟ عذراء في الخمسين. عذراء في الخمسين؟ ها؟ ايه الافلام السخيفه دي؟ لا انا ما احبش النوعيه دي من الافلام. يا استاذه فريده، انا شايف حضرتك في دور بطله الفيلم، ده حضرتك هتكسري بيه الدنيا والنقاد هيكتبوا على ادائك فيه اللي يرجعك البطله المطلقه مره ثانيه. أنا مش عايزة أكسر الدنيا، أنا ممكن أكسر الدنيا بعذراء في العشرين، لكن في الخمسين أنا مش عايزة. أنت بس اسمع كلامي، سيبك بقى من المواضيع دي وأنا هحكي لك القصة دي، وأنت بقى تكتبها بأسلوبك الشيق الرقيق، ها؟ وتعملينا فيلم حلو. يا أستاذة فريدة، أنا شايف حضرتك في دور بطلة الفيلم، محدش عمله من نجمات السينما قبل كده، محتاج ممثلة جريئة زي حضرتك، وأنا متأكد إن بعد الفيلم ده هينقل حضرتك لأدوار محدش حاول يقرب لها من نجمات السينما غيرك أنتِ. كل الكلام ده اللي أنت بتقوله أنا ما بسمعوش، أنت بس اهدى كده واسمع مني القصة وأنا متأكدة إنها هتعجبك. حاضر، هشوف الأول القصة وأقول لحضرتك موافق ولا لأ. آه بس أوعى تسرقها. زي ما توقعت. هما مش هيلفوا اللفه الكبيره دي ويعملوا الشغل ده الا لما تكون جريمه قتل. ايه يا لهوي قتل؟ الدكتور بتاعها عثمان؟ ايوه. لقوه في العياده مقتول والخزنه بتاعته مسروقه. والممرضه شهدت ان قبلها بيومين كانت ولاء موجوده عنده واتخانقوا خناقه كبيره وانها هددته بالقتل. عشان كده يعني خدوها عندهم؟ لا مش دي المشكله، بس لازم يكون في دليل، وهي دي المشكله الحقيقيه. ايه المشكله؟ لقوا الخاتم بتاع ولاء جنب الجثه. ايه؟ ولاء كمان اعترفت وقالت ان الخاتم ده بتاعها، بس ولاء بتقول ان هي ضيعت الخاتم ده يوم الخناقه. يا نهار اسود، طب والعمل؟ مفيش عمل، هي هتبات هناك النهارده وبكره الصبح. لو انتوا عايزين تروحوا لها وتشوفوها احنا ممكن نروح لها ونقعد نتكلم معاها ونعرف هي متورطه في الموضوع ده ولا لا. في حاجه تانية كمان لازم نسالها عليها، موضوع الخاتم ازاي جه يوم الحادثه وايه اللي وصله لهناك. لا بس انا مش هقدر اسيبها كده النهارده هناك. مفيش حل تاني، لازم هتبات هناك. نهار اسود.